عام 79؟ أين كان حزب الله عام 72؟ أين كان عام 68؟ في كل هذه الأحيان إسرائيل وجدت ذريعة لاحتلال جنوب لبنان، لاحتلال قسم من لبنان للوصول إلى بيروت. المشكلة تكمن في أن يعني أنا أعطيك مثالا، شنغيز خان عندما كان يريد احتلال بخارة، هذا معروف، المقاومة في بخارة كانت قوية ولم يستطع أن يدخل المغول بخارة، طلب من مساعديه أن يجدوا البعض الذين يتعاونوا معهم، ووعدهم بأنكم إذا ما ضربتم المقاومة أنا سوف أعطيكم الحكم في بخارة. وهؤلاء ضربوا المقاومة من الخلف واحتل بخارة وقام بذبحهم جميعا. وعندما سألوه لماذا ذبحتهم، قال لأن الذي يخون ابن بلده هو لن يكون وفيا لي، وهذا سوف يحصل في لبنان. يعني لا يجب التصور أن الذي يقف اليوم وضد المقاومة ضد إسرائيل غدا إسرائيل سوف تعطيها الحكومة، لا، إسرائيل تريد كل لبنان وسوف تقوم بضرب هؤلاء أيضا. الذي يخون ابن بلده لن يكون وفيا لإسرائيل ولن تعمل معه إسرائيل. وإيران ماذا تريد من لبنان برأيك؟ تريد حكم وطني؟ بالنسبة لإيران، إيران لديها مصالح مشتركة مع لبنان وجبهة المقاومة. انتبه، إيران لديها مصالح مشتركة. المقاومة ضد إسرائيل والولايات المتحدة هي مصلحة مشتركة. ما هي المصالح المشتركة؟ وجبهة المقاومة. أستاذ عماد، اليوم هناك مصلحة إيرانية فقط وليست مصلحة لبنانية. الوجود الأمريكي في المنطقة هو تهديد لإيران. طيب، يعني الوجود الأمريكي في المنطقة هو تهديد لإيران. اليوم المصلحة المشتركة لإيران وجبهة المقاومة مواجهة الاحتلال الأمريكي لهذه المنطقة. إيران تعرف جيدا أن الأمريكي لو ارتاح في عملياته والإسرائيلي ارتاح، حينها ممكن أن يقوم باحتلال باقي المنطقة ويقوم بتنفيذ مشروعه والذي هو يجب على دول المنطقة أن تكون معادية لأمريكا ومعادية لإسرائيل وتتجرد من مصالحها الوطنية حتى تكون قريبة من إيران والأجندة الإيرانية. هذا اللي تتحدث به. عندما رسموا هؤلاء رسموا موضوع لا مشروع تقسيم المنطقة، مشروع برنارد لويس لإعادة تقسيم المنطقة تم وضعه عندما كان شاه إيران حليفا للولايات المتحدة. يعني لا يجب أن تتصوروا أن الأمريكي يعتبر المسلمين والعرب في هذه المنطقة أصدقاء له. هو لديه خططه لهذه المنطقة ولا يعبر لأي من أهالي هذه المنطقة. أرجوك اليوم الإسرائيلي عندما يتكلم عن إسرائيل الكبرى يتكلم عن احتلال نصف السعودية، يريد احتلال نصف مصر، يريد احتلال الأردن. هؤلاء ألم يوقعوا اتفاقية سلام مع إسرائيل؟ لماذا يتكلم عن احتلال الأردن ومصر؟